يا حرام أنه راجل مسكين، أنت خفت؟ شوف شكلك انصدمت كتير. أستاذ، المديرة وصلت، عم تحكي مع شخص بموقف السيارات وبدها تروح من هنيك. إذا في موضوع كتير مهم وضروري فيك تروح لعندها. شكراً لك. شكراً. ليك تأكد أنك تكسر تليفونه وما تخلي منه شيء أبداً. أنا ما بدي أي دليل ضدي، مفهوم؟ يا ترى لوين رايح المدرب هلا؟ استاذ، شو صار؟ انت شوفي شو صاير. مدرب البنت الملاكمة هو صار معه حادث سيارة برا. يا عالم ساعدونا بترجاكم. يلا فتح عيونك، فتح عيونك استاذ. استاذ كيف هيك؟ ما بعرف كيف صار هيك. كيف هيك صار معه؟ مو معقول. أنوراج شوف شو صار بالسيد شار، ما ساعدنا بترجاك. استاذ ماهي، ولا يهمك، رح يكون بخير، رح نحاول نسعفه فورا. ماهي ليك اسمعيني، لازم ناخده على المستشفى هلا. ايه يلا. عنا حادث، اسرعوا. نبضه منخفض وفقد دم كتير، بسرعة جهزوا العمليات. لازم تحاولوا تنقذوه، ما بدي أخسره. إيه؟ ما فيني قلك شي عن حالته هلأ لأنه حالته حرجة كتير، ونحن رح نبذل كل جهدنا، بس أنا ما بوعدك بشي، بعتذر منك. ماهي هدي حالك شوي، حاولي ما تفقدي الأمل، مو هيك علمك المدرب؟ هو رح يكون بخير، خليكي واثقة بهذا الشي.